تعدنا اليوم شيف؟ اليوم عندنا الطون، الطون انا اللي مازلت متواجده دوكا في الاسواق. نعم ديجا كنت طيبت ولا داني عارفه. اليوم حنديروا كميه، كي يكون عندك كميه قليله وكيفاش تقدر توظفوا. غادي درتو على شكل شطيحه، درتو على شكل سلطه. اليوم كي تكون عندك كميه قليله وتخرج بها كيما نقولوا شغل تزكي وتتخرج بها. نورمال فينو يا مقلي يا نديروه بلاصوص. بلاصوص نعم. اليوم حنديروا هنا على شكل عجيجه تاع اوليو نديروا بطاطا وحده حنديروها بالطونه. الطون هذايا كيما نقولوا لو فخي هذايا ماشي المعلب. حنديروهم على شكل دي لازان. لي لازان اللي حنا ما فين نقدموهم كذلك خاطر نعرفوا الحوت يمشي مع لي بات بزاف. صح نعم حنديرهم على نعم على الخط على دوك هذا فورنا بعد نوريك كيفاش نفتوه صافي نوضفو اوليو نديرو فيون باشي ولا نعوضوه بالطونه. وهنايا حنديرو شاك ويكاند كيما نقولوا شاك كل سبت لازم نقدموا حلوى اللي تبنى الاسواق. نعم اللي تبنى الاسواق. نعم حنديرو هنا صبيعات تاع نواط كوكو لهنايا. صبيعات العروسه لا لا واحد اخرين يشبهوا لهم شويه سبيعات العروسه. نعم هادو ما خات على فيها زوج وصفات تقدر تقليها تقدر ديرها في الفرن كل واحد كيفاش يحب. نعم نبداو على بركه الله. نبداو على بركه الله. لهنا عندنا 500 غرام تاع البطاطا اللي بعد ما غليناها لهنا بشويه ملح لهنايا نخلوها طيبنا مليح. لازم لهنا نفوروها ولا نغليوها كيما تحبي. الا غليناها لازم نخلوها تقطر مليح. الا فورناها من الاحسن باش اللي كان عنده وقت من الاحسن يفورها. عندنا لهنايا كميه تاع الطون لهنا اللي كتفورت واش درت له درت له لهنايا سنه تاع الثوم شويه تاع زعتره شويه تاع الملح لهنا فورته مليح وخليته خاطر لازم يتفور باش على ما يتلقناش الزيت ديالو. لازم يتلقى مليح. نعم راهو هالتي 100% هنا ما من الزيت تاعو اللي يكون في هذاك لي غرام كي تفور يطلق كامل. واش نديرو نحكمو لهنايا البطاطا مع بزنا نضيفو لها هذاك الطون. صافي عندنا كي هنا عندنا 500 غرام تاع البطاطا عندنا لهنا 250 غرام تاع الطون. نخلطو هذاك الطون مع البطاطا بعد ما فتتناها مليح. نضيفو له لهنا حبه تاع البيض شويه ملح شويه فلفل الكحل وكذلك كميه تاع الكمون. نعرفو الحوت يحب الكمون. كميه تاع المعدنوس وملعقه تاع الفارينه. نشكلو كلي حنشكلو شغل معقوده لازم تكون شكلها تكون شويه جاريه خاطر على كي نديرو لي بولات تاعنا نشمخو يدنا في الماء هنا باش نقدروا نفاصوني هذوك لي بولات ومن بعد نمرضوهم لهنا في لاشابلير ونقليوهم. لازم كي نقليوهم لازم المقله تاعنا ما تكونش معمره بزاف الزيت تكون فيها كميه خفيفه. لازم يكون زايد الفرن مليح باش كي نحطوا لي كروكا تاعنا يشدوا روحهم ومن بعد نقصوا له باش يطيبوا لنا. نعم سهلين وحاجه كيما نقول لك تكون عندك كميه قليله تي مورسو تاع الطون هذا نقدروا نخرجوا به طبق تاع يعني. نعم زاكي. نروحوا لهنا لي لازان تاعنا. عندنا لهنا اوراق تاع لازان تاعنا اللي متواجدين راهم متواجدين في الاسواق. لهنا واش نديروا كاين اللي هنا كنديروا مخضوره هكذا يابسين لازم تكون لاصوص شويه جاريه ويشدوا شويه وقت في الفرن. حنا لهنايا لازم نغليوهم نديروا الماء نديروا شويه ملح شويه زيت فيه نخلوه يبدا يغلي. غير بدا يغلي نبداو نحطوا لهنايا بالزوج الزوج ماكسيموم ثلاث ورقات باش ما نخلوهمش يتلاصقونا لهنا. نخلوهم 3 4 مينوت بوك ونحوهم نديرهم على طرشونه نخليهم ينشفوا صافي نطيبوا نص طياب. انت تقدر تخليهم يستناو. نعم. صح المشاهدين ما يقدروش يستناو. مازلنا مع شيف نديم. شيف تعطي لها الوصفه ولا نعم هي وصفه سهله تاع الفارينه. واش نديروا عندنا 4 حبات تاع البيض صافي عندنا ميزور تاع البيض عندك 4 حبات تاع البيض. عندك لهنا كيس تاع خميره الحلوه صافي لا ليفور كيس لا ليفور نص كاس تاع الزيت ما تجيش فيها زبده هي تجي فيها الزيت نص كاس تاع الزيت. عندنا كذلك السكر عندك نص كاس تاع السكر خاطر علاه حنشربوها مع هذه. ومن بعد واش نضيفوا لها نضيفوا لها كاس تاع الفارينه ونضيفوا لها لهنايا دوك الفارينه حنا كي يكون ربع حبه طالبين نديروا كاس فارينه كاس نواط كوكو هنايا هذا ما كانوش تجي فيها صافي. واش عندنا عندنا قلنا 4 حبه تاع البيض نص كاس تاع الزيت نص كاس تاع السكر كاس تاع الفارينه كاس تاع نواط كوكو وكيس تاع خميره الحلوه بيان سور تحبي ملعقه تاع لافاني باش ولا زاز دو سيترون باش نزيدوا. نعم ومن بعد هنا تشرب تاعها واش نديروا كي نخلوها طيب كي تخرج لازم يكون عندنا القطر تاعنا ولا شربه. عندك لهنا الشربه تاعها لازم ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل. لازم واش نديروا عندك كاس تاع الماء عندنا كاس ونص تاع السكر ماشي زوج كيسان سكر وماشي كاس بكاس. ومن بعد كي نشربوها نشربوها سوا سوا خاصه الفارينه ما تحبش تشرب كيما تاع لا شابلير ولا تاع سميد. صافي نشربوها سوا سوا ومن بعد تجيها تعاود تنفخ ولا صافي تحب تزيد لها شويه تزيد لها شويه. وبصحه ولهنا ان شاء الله تنجح لك ام رفيق ونتحمل لك وتقدم ضيافك يا ان شاء الله. ضياف ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. واليوم جايين ضياف العشاء يقدر يغتنم الفرصه لانه الطون راه متوفر والافكار جديده هايله مع شيف نديم كما قلنا لي لازان بالطون. نعم لي لازان بالطون قلنا عندنا لهنا
هنا الطون تاعنا بعد ما فورناه درنا كيما هنايا لازم نفورو. هنا لي رازان تاعنا قلنا درناهم في الماء اللي انا خليناهم لمده 3 دقائق باش يطيبوا لنا شغل نص طياب باش يسهلوا علينا باش ما نقعدش نستناو فيهم مده طويله في الفرن. ديجا اللي كينطيبوا نص طياب ينقصوا علينا الوقت في الفرن. عندنا لهنايا صلصه الطماطم اللي ما فين نحضروها، عندنا حبه البصل، جوج حبات طماطم، جوج سنينه تاع الثوم، ملح، فلفل كحل وكميه تاع العكريك وملعقه تاع الزيت. نخلوهم يطيبوا لهنا بعد ما رحيناهم نخلوهم يطيبوا. تحصلوا على لهنا لازم لاصوص تاعنا تجي شويه خفيفه ما تجيش ثقيله باش هنايا يطيبوا لنا هذوك لي لازان تاعنا ويتشربوهم، ما لازمش تكون ثقيله بزاف. عندنا لهنا كريم دبلومات ماشي كريم، خاطر درنا لها الجبن الداخل اللي درنا كما كريم بيشاميل وفيها الفورمات هذه هي. عندنا لهنا دوك نحكموا ان بلا اللي يدخل الفرن، نفرشوا نمسحوا كاع البلا تاعنا بشويه تاع الزبده ونزيدوا له الكريمه ديالنا. نفرشوا الاوراق تاعنا، نضيفوا كاع صلصه الطماطم دائما تكون هي فوق الورق ديالنا. ومن بعد نفتوا هذاك لو طون هذاك نفتوه، لازم يكون رقيق شويه نفتوه. نزيدوا كريمه الجبنه على كريمه دبلومات. نعم دبلومات. ومن بعد ديروا كطبقه طبقه حتى الاخرانيه، نخلوا كريمه الدبلومات تاعنا نخلوا شويه منها، نضيفوا حبه تاع البيض نخلطوها مليح معها ونضيفوها من الفوق وندخلوها للفرن.